هنا يا رجالة المكان الداير من شوف بيوت أولاد أحلى أولاد المكان الداير من شوف بيوت أولاد أحلى أولاد يا حلاوة الإيد الشغالة مشاهدينا اهلا بيكم وحلقه جديده من برنامج يا حلاوه الايد الشغاله. مشاهدينا اهلا بيكم مره ثانيه، والنهارده معانا الايادي الشغاله من محافظه الاقصر، ومعانا ضيفنا الاستاذ ابانوف سعيد وهو مدير المكان اللي احنا موجودين فيه، وهنتعرف عن المكان من خلاله. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا استاذ ابانوف، يعني عرفنا عن المشروع اكتر. احنا يا فندم اولا مجزر، بس قبل المجزر عندنا فراخ. فراخ عندنا المزارعنا، مزارعنا بتكبر فيها الفرخة طبعا، أعلاف نباتية 100% وغذاء صحي في جو صحي بإمكانيات طبعا، ودكاترة ومهندسين في المزارع بتطلع الفرخة من الأول. بس نتكلم من البداية، يعني أنتوا هنا المشروع عبارة عن مكان بنجزأ فيه الفراخ، يعني الفراخ هنا بتيجي بتبقى مذبوحة وجاهزة ومتنظفة على ان الواحد ياخدها، توزعوا فيه الفراخ المذبوحه جاهز بالظبط، وفي مثلا الصدر لوحده، الورك لوحده بيتجزأ. طب بدايتك كانت المزرعه، مزرعه الفراخ الاول، كلمنا عن المزرعه. المزرعه بيجي لنا الاول الكتكوت، طبعا بيكون نوع انواع طبعا كويسه جدا. طبعا يعني الفرزات اللي هي العاليه بتجيلنا، طبعا بيتربى في جو صحي جدا تحت اشراف دكاتره ومهندسين، بياكل اكل نباتي، علف نباتي، رعايه طبعا، رعايه صحيه واكل وكل حاجه للفرخه من اول ما هي وكتكوت لحد ما توصل للمجزر بتاعها. فراخ اورجانيك بقى. بالظبط. احنا لحوم فراخ؟ لا، احنا مهتمين جدا بحته ان احنا نوصل حاجة محترمة للناس. يبقى في فرق في الطعم؟ طبعا احنا حاجتنا يعتبر بيور، ما فيهاش اي حاجة يعني غير طبيعية، احنا كل حياتنا طبيعية. العلف بيبقى نباتي 100%، في انواع اعلاف تاني طبعا لا مش بناكلها، العلف بيبقى نباتي 100% لحد بقى ما بتدخل المجزر بتاعنا. طبعا المجزر فيه طبعا بتعدي بكذا مرحلة، كل ده طبعا تحت اشراف بيطري كامل، تحت اشراف وزاره الطب البيطري. ده بيبقى طبعا الفرخه بتتذبح على الشريعه الاسلاميه، بعد كده الفرخه بتدخل في مراحلها، في الفرخه اللي هي بتبقى كامله بتطلع من عليها في المجزر، وفي الفرخه اللي هي بتتجزأ حسب كل نوع، يعني حسب كل وزن، بس لحد ما بتوصل عندنا هنا في منافذ البيع وبتوصل للمستهلك. يعني بنحاول طبعا بنوصلها بسعر اقل من بره، يعني احنا طبعا عشان مجزر وكميه وكده احنا بنوصل بسعر اقل من بره، يعني احنا اعلى جوده باقل سعر حاليا في السوق. في سوق البلد هنا احنا فعلا يعني
بلا فخر يعني احنا اعلى جوده باقل سعر. قول لي الفكرة ان انت تشتغل في الفراخ كمزرعة وكمنفذ بيع، ويعني لحوم الفراخ بتبقى جاهزة والكلام ده، جت منين يعني الفكرة؟ جت ازاي واشتغلت عليها في الاول ازاي؟ هي يا فندم الفكرة بتكون طبعا يعني الحاجة ام الاختراع، يعني اي حد بيدور على مشروع او فكرة بيدور على الحاجة اللي هي محتاجاها الناس، يعني اكتر حاجة محتاجاها الناس. حاليا الناس بيكون استهلاكها وضغطها على الفراخ يعني اكتر، يعني دلوقتي الفراخ تقريبا كل بيت بياكل الفراخ بغض النظر بقى على الشكل او الطعم او، بس كله بياكل عامه الفراخ في الاخر. الفراخ كمان الاطفال كلهم يعني بيحبوا الفراخ اكتر. بالظبط. فاحنا يعني كانت معانا كل تقريبا كل الامكانيات، المزرعه والمجزر، وفتحنا منافذ البيع وبنوصل حاجه محترمه للناس بسعر محترم. يعني الصعوبات اللي ممكن تواجهك يعني في سوق العمل، في التوريد مثلا، في ان انت البضاعه مثلا ممكن تقعد معاك او ممكن تتوزع، يعني قول لي برضه. لا هو طبعا في طبعا هو الظروف اللي فيها دلوقتي البورصه بتطلع وبتنزل، فبيبقى السعر طبعا يعني في اوقات بيبقى السعر مثلا هو السعر بالنسبه لنا احنا يعني طبيعي او العادي، بس بالنسبه للمستهلك بيكون مثلا ايه شايفه عالي شويه، بس هو السعر بنكون احنا اقل من بره، فاحنا بنجذب شويه يعني ايه في ناس اللي هي بتطلع تدور على سعر، بتطلع تدور وبتجي لنا تاني، ان احنا زي ما قلت لحضرتك اقل سعر. المنتجات اللي عندك هنا في الثلاجات، انا شايفه في حاجات انتم متبلينها وحاجات من غير تتبيل. تمام. احنا كل حاجاتنا فريش طبعا، بتجينا من المجزر يوم بيوم. احنا عاملين فكره ان يعني لو حد محتاج مثلا، في ناس اللي هي في ريشات كتير طبعا بتعمل الحمام الكذاب والحاجات المخليه وكده، احنا موفرينها هنا. يعني مثلا حد بيدخل عايز مثلا شيش طاووق، عايز حمام كذاب، الحاجات اللي هي ست البيت في حاجات صعبه ان هي تعملها، جايبين هنا ناس متخصصين، شيفات متخصصين بيعملوا الحاجه دي، احنا بنعملها بالطلب، يعني زي ما المواطن بيطلب بنعمله. موجوده عندك؟ مش دايما يعني. ما حاولتوش تعملوا مثلا حاجه جديده خاصه بالمكان هنا، يبقى دي تتبيله او دي معروفه بمكان فلان؟ لا ان شاء الله دي الخطه خاصه ان شاء الله، دي الخطه الجايه طبعا. احنا ماشيين في الموضوع ده فعلا، هنعمل حاجه زي خط انتاج متبل، بس لسه طبعا الشركه ما مشيتش فيه، يعني احنا حاليا ماشيين في رشات والمجزر بتاعنا في رشات يعني. طيب قول لي بقى العمال اللي عندك هنا قد كام واحد وبتتعاملوا معاهم ازاي؟ يعني احنا عندنا طبعا احنا عندنا هنا بياعين ومحاسبين اللي هم الكاشير، وعندنا ناس نظافه، عندنا شيف. احنا كل واحد يعني احنا شركه برضو يعني بادين لنا فتره قليله، بس لا احنا يعني حابين ان احنا كل واحد يبقى في مكانه، يعني مش حابين ان كل واحد يعمل حاجه بتاعت الثاني. يعني التقطيع جايبين شيف، الثلاجات جايبين بيع، كل واحد بالظبط، كل واحد في المكان جايبين له لوحه التخصص بتاعه عشان يبقى فاهم فيه، عشان يطلع الحاجه صح للعميل. يعني كل واحد في حلم مكتوب باسمه، كل الحكايه
حد يبقى عامل مشروع بيحط من ضمن الحاجات دي اللي بيدرسها ان هو التسويق، ازاي انا هسوق البضاعه بتاعتي عشان تطلع بشغل. احنا التسويق يعني اول ما ابتدينا خطه التسويق بتاعتنا كنا حابين نخلي الناس تجرب وتدوق، وبعد كده خلاص يعني هو اللي هيجي وهيجيب يعني خلاص هيعرف ان الكواليتي بتاعنا عالي والطعم بتاعنا مختلف، هو اللي هيعمل لنا دعايه بعد كده. فاحنا اول فتره يعني مشينا بحاجه زي كده، طبعا بنعرف الناس الاصناف وبنعرف الناس ال عملتوا المنيو بالشكل ده فيها الذبح اليوم والمتبلات بالظبط. تمام. بس ما فيهوش اسعار عشان خاطر احنا طبعا شغالين ايه حاجات فريش. يعني انا ما ينفعش السعر يكون زايد مثلا، ما ينفعش السعر يكون بره نزل وانا بيع بزياده هنا، لا. فهماني حضرتك؟ بالزبط. يعني بره ممكن توقفوا ازاي الاسعار بقى، تبقوا على علم بالاسعار اول باول. في يعني في 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 بورصه في المجال بتاع الفراخ الحي في حاجه اسمها بورصه. بورصة الفراخ دي بتطلع وتنزل كل يوم، فاحنا لازم نمشي بيها عشان طبعا يعني على الاقل ما نجيش على الـ على الـ على المواطن او على المستهلك في السعر. فهماني حضرتك؟ في ناس طبعا بتجيب وتخزن والكلام ده، لا. وانتوا مش شغالين فقط في الفراخ، في عندك حمام في وفي بط. بس احنا حاليا الفتره دي يعني فراخ فقط. طيب قولي بقى الزبون، بقى نوع الزبون اللي بتتعاملوا معاه والزبائن اليومين دول ازاي بقى؟ يعني احنا الحمد لله شغالين على كل طبقات الزبون، يعني من الطبقه العاليه والمتوسطه وحتى اقل الطبقه، شغالين على كله. ان احنا عندنا برضو زي ما قلت لحضرتك اعلى جوده باقل سعر. عندنا هنا اللي ممكن مثلا يعني في كيلو مثلا حاجه بتوصل 30 35. استاذه بنوب، انتوا طبعا بتبقوا مواكبين السوق وعارفين ذوق الزبون، يعني بيبقى عايز ايه بالظبط، برضو بتعملوا حساب الحته دي؟ طبعا احنا يعني بنشوف مثلا احنا على حسب الطلب، يعني في مثلا بنحب نسمع من العميل حابب ايه يكون موجود في المكان، يعني مثلا عميل عاوز مثلا بانيه شرايح بنعمله، بيجي المره الجايه ليه معمول، عايز بانيه قطعه تقطيعات مثلا تقطيع معينه، تقطيع مثلا شاورما بنعملها له. احنا يعني يعني على طول بنبقى بنحب ناخد راي العميل في منتجاتنا وايه اللي عايزه العميل، وبنحب نوفره له في سعر وفي جوده وفي شكل وفي طعم، بنحب نوفر له كامل المواصفات في الموضوع. طيب احنا لو بصينا هنا هنشوف الحاجات الفريش، طبعا دي تلاجة الفريش، ومعانا شيف المكان. اهلا بك يا شيف، نتعرف عليك. اهلا وسهلا علاء سيد. اهلا بك يا شيف علاء، قول لي بقى انت شغال شيف ايه بالظبط هنا؟ انا شيف متبلات وبعمل وراك مخليه وبعمل شاورما. جاهز الفرخه؟ جاهز الفرخه. بتعمل تتبيله للحاجات؟ بعمل تتبيله للحاجات. تتبيله ماشيه معاك؟ اللي ماشي معايا الفراخ المتبل عامة كله ماشي. ايه؟ الفراخ المتبل عامة كله ماشي. كله ماشي؟ لأن كل فرخة كل حاجة متبلة ليها طعم، ليها تستة في الفراخ، مش نوع واحد تست، كذا نوع. ايه الأنواع اللي عندك؟ لسه للمهنة. لسه كده خايفين يعني مش هنبقى عارفين برضه. لا ده سر المهنة والله يا ست. طب بقالك شغال شيف قد ايه؟ 3 سنين. في نفس المكان هنا ولا؟ لا في المكان هنا سنة. كنت شغال في البحر مراكب، في المراكب العائمه. سياحه المراكب العائمه. تمام. قول لي بقى يعني الشغل هنا احسن من والله هو الشغل عامه هنا احسن لحاجه واحده، كاستقرار. استقر. في امان. في امان، لكن السياحه ملهاش امان. من ساعه الكورونا سيادتك وكله اتبهدل. فالواحد ساعه على لقمه عيشه
وتعاملنا مع ناس هنا صحبات الشركة بصراحة فوق الأخلاق العالية يعني. آمين يا رب، آمين يا رب، آمين يا رب، آمين يا رب. الفرخة أنا ممكن لو ست بيت مثلا بتشوف الفرخة أنا ممكن يعني أجزئها كم جزء وممكن أعملها كم؟ على حسب سيادتك، الفرخة ممكن تجهزيها 4 أجزاء، ممكن تجهزيها 12 جزء. فلما بتكون عايزة تعملي شيش يعني الشيش طبعا بتخلي الفرخة من الورك وممكن تعمليه من الصدور على حسب سيادتك، بيبقى ناشف شوية بس انت على حسب ما تديله التتبيلة بتطريها مع نسبة خل بسيطة، مع نسبة خل بسيطة بتطري الصدر شوية. بتحطي زبادي وبتحطي بعد كده التتبيلة بتاعتك، بتجيبي توابل الفراخ وفي حاجة اسمها نكهة الفراخ. نكهة الفراخ دي انا بعملها يعني، اي شيف بيعمل نكهات مستقبليا ليه هو، انا لما خاصه بيك دي خاصه بي انا، دي بتاعت انا. هجيبها مثلا من عطار؟ لا من عطار مش هتعرفي تجيبيها، انت هتجيبي توابل الفراخ بس. دي اسمها توابل الفراخ. كل اي عطار الفراخ الحاجه اللي انا بعملها مع نفسي، بجيب كذا صنف اضربه ببعضيه اضربه في الكبه بيديني الطعم اللي انا عايزه. ده السر اللي انا اعرفه منك بعد الكلام. ان شاء الله ان شاء الله. طب قول لي بقى يعني الشغل هنا يعني بتبدا الساعه كام وبتنتهي كام؟ لا هي دي ارزاق، دي بتاعت ربنا. انا بتبدا امتى يومك؟ انا شيفت بتاعي انا ببدا من الساعه 9 الصبح حضرتك، بروح الساعه 2 او الساعه 3 برجع 6 المغرب. اثنين شيفت؟ شيفتين. شيفتين. لازم نتعب في شبابنا. لا ما لازم ان شاء الله، لازم ان شاء الله باذن الله، باذن الله تعالى. جاي في حياتك انت عارفه وراسمه، لكل واحد في حلم مكتوب باسمه، كل الحكايه وما فيها نتعب شويه. انا بشكرك جدا وبشكركم جدا، بشكر الشيف النهارده اللي كان معانا وبشكر استاذ ابانوب، يا رب دايما بالتوفيق باذن الله. ربنا يخليك يا فندم، شرفتونا ونورتونا يعني، ربنا يخليك يا فندم. مشاهدينا في نهايه كلامي انا بشكر ضيوف النهارده، ضيوف الحلقه النهارده، وبشكركم على حسن الاستماع، والى اللقاء في حلقات اخرى من برنامج يا حلاوه الايد الشغاله. حلاوه الايد الشغاله، ورونا الهمه يا رجاله، يا حلاوه الايد الشغاله، ورونا